هدسون يارد. هذا المجمع اللي تشوفونه هذا أشبه بالتايم سكوير الجديد. خلنا نشوفه. هدسون يارد. هدسون نسبة إلى النهر هذا اللي بين نيويورك ونيو جيرسي. جميل. وهذا اللي تشوفونه هذا هدسون يارد. هدسون نسبة إلى النهر هذا اللي بين نيويورك ونيو جيرسي. جميل. وهذا اللي تشوفونه هذا بتعطيك نظرة جميلة على نيويورك بشكل 360 درجة، بحيث انك تشوف اسفل منهاتن، وسط منهاتن، وامباير ستيت، وسنترال بارك. في المنطقة هذه اسمها هدسون يارد. والان بدأوا يفتحون الفسل هذا. الفسل هذا يعني افتتح قبل سنتين، ثم صار فيه ثلاث حالات انتحار ثم عود قفلوه. يتميز بالمول هذا. المول هذا تقريبا اربع ادوار، كل ما يطري على بالك فيه، وبأسعاره جميلة. فيها صالة احتفالات كبيرة على عجل، شفتوا هذه؟ ترى هذه تقدر تنفتح وتتسكر، بحيث انها تقدر تمتد الين تقفل المنطقة هذه، في نفس الوقت تقدر ترجع الين هناك في الأخير. أضف إلى ذلك انه في من هنا ممر، الممر هذا يسمونه ذا لاين، وهو يخترق يعني بيوت منهاتن إلى تقريبا الشارع رقم 15، يعني تتكلم عن كيلو ونص. الممشى هذا جميل لأنه كان في سكة قطار قديمة كانت في المنطقة هذيك. فيبدأ من هنا، ثم هذا المول الكبير جدا، ثم هذه المنطقة الحيوية والخلية هذه اللي تشوفونها، وزي ما تشوفون هناك على اليمين وعلى اليسار، هذا أصبح زي اليارد، زي السكوير. فهم يقولون إنه هذا هو التايم سكوير الجديد، يعني بمعنى آخر إنه المنطقة هذه بتكون منطقة حيوية بعدين وتصير يجونها الناس. أنا عن نفسي أنا أشوف إنها أفضل من التايم سكوير، لأن التايم سكوير فقط زحمة وشاشات. الناس تجي هنا تتسوق، ما في زحمة، مريح. ناهيك عن المهرجانات والاحتفالات والبازارات اللي تتم في المنطقة هذه. أيضاً شو الجلسات هناك، شفتوا كيف؟ هذيك جلسات كاملة ومطلة على المنطقة هذه كلها. وأيضاً في حدائق وفي ممرات وفي جلسات إلى تقريباً نص كيلو قدام، ثم تجيك محطة القطار. الممر اللي تشوفونه هذا هو سكة حديدية لعربات القطار لنقل المواد الغذائية داخل مدينة نيويورك. نعم، تشوفون هذا كل جسر يمتد إلى نهر هدسون. النهر هناك عليه مرفأ رقم 64، ومرفأ رقم 64 أشهر مرفأ في نيويورك، لأن السفن والبواخر التجارية وكل شيء يعني يزود نيويورك بالمواد كانت توقف البواخر في ذاك الوقت هنا. فما كان في وسيلة سيارات أو عربات أو شاحنات تنقل البضائع داخل نيويورك إلا عن طريق الترام. فكان الترام يجي من هنا ويدخل وسط نيويورك ويوزع المؤونة، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية، المواد الصناعية، كل شيء يجي من البواخر. جميل. فكان هذا ممر. الممر هذا يتوسط إلى تقريبا جادة إلى شارع رقم 15، وعلى يمينه وعلى يسار كانت تتوزع جميع المواد. هذا هو الجسر الحديدي اللي كان يحمل العربات. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف الجسر؟ شفتوا كيف؟ فالعربات الترام القطار توقف هناك وتاخذ البضائع من السفن وتبدا تدخل وتتوغل وسط نيويورك وتوزع على اليمين وعلى اليسار. جميل. متى الكلام هذا؟ الكلام هذا من 1800، بداية 1900 إلى تقريبا 1950. في 1950 ازدهرت السيارات بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بالترك، أي الشاحنات والدينات والسيارات المثلجة اللي تجيك زي سيارات الألبان، سيارات اللحوم، انتشرت ذاك الوقت. فصار هذه العربات القطار هذه تشوفونها ما عاد صار لها أي فائدة. جميل. خلني أعطيكم بشكل مفصل هنا. شفتوا كيف السفن كانت تجي هنا؟ جميل. لا عفوا، السفن كانت تجي هنا المنطقة هذه، والقطار كان والعربات القطار كانت تجي من هنا وتاخذ وتمول يمين ويسار لين تروح في الأخير. لكن الآن بعد ما انتهت وصار ما عاد لها فائدة، ايش ممكن يسوون فيه؟ اقتراحات كثيرة لمدينة نيويورك انه يصير مكان لسباق الماراثون، انه مكان يصير للأنشطة، للفعاليات. فكل سنة كانوا يصلحون في أنشطة مختلفة، إلين اتفقت إدارة نيويورك، بلدية نيويورك، مع بعض الشركات العملاقة، وخصوصا هذا المجمع الجديد اللي اسمه هدسون يارد في المنطقة هذه. قالوا خلاص احنا بنتمنى الفكرة
وبندعم الخط اللاين هذا بحيث أن يكون مقر انطلاقته من هاتسون يارد، في نفس الوقت يصير ممر عصري وعليه مشاة ويخترق جميع البيوت بحيث الناس تتمشى عليه. آه زي ما شفتوا على اليمين جلسات وعلى اليسار الممر. هنا لو تشوفون هنا السكة الحديدية القديمة ما أزالوها ولا أخرى ولا خلوها زي ما هي. لو تمشي داخل هناك تحصل في رسومات، على سبيل المثال هنا هذه كانت رسمة قبل شهرين، الآن غيروها فبدأ فن الجرافيتي هنا يتوسع بشكل كبير جدا. للأسف أنه أغلب البراندات اليوم مقفل، فقط المول والمطاعم والجلسات. فيعني بنحاول ناخذ لكم بس فقط حقين الساعات ورولكس هم اللي فاتحين، لكن اللي مو فاتح بنغطي لكم أونلاين بإذن الله بحيث أنه الكل يستفيد. هذه هي واجهة المجمع، وفي نفس الوقت هي مقابلة للخلية اللي قبل شوية صورتها لكم. المجمع يتكون من 4 أدوار يعني كبير جدا، وجميع الماركات تطلع على بالك سواء الغالية أو المتوسطة أو اللي أقل شوي. في نفس الوقت في لعب أطفال، في مطاعم، في، فأنا أشوف أنه مرة مرة جميل جدا. أسعار يا جماعة ما هي بأنها يعني مبالغ فيها، لا بالعكس هي تقريبا خصوصا في المواسم في الإجازة. أتذكر أن 4th of July عيد الاستقلال أمريكا كان في خصومات كثيرة، وكانت يعني تضاهي أو تنافس خصومات الأوتلت، واللي يميزها أنه في عروض وفي كولكشن أفضل من الأوتلت. على سبيل المثال هذه الماركة أنا من أشد المعجبين فيها لأنها تناسب رياضيا ورسميا. فاللي بيجي هنا أنا أنصح نصيحة أنه يقضي نص يوم تقريبا في المنطقة هذه كلها سواء الخارجية أو الداخلية. عسيمي هاي جماعة ليفز يعني معروفة وهي متوسطة جميل. شوف خصوماتها هنا 40%، نفس اللي موجودة في الأوتلت، نفس خصومات الأوتلت، لكن الكولكشن هنا جديد وفي وفرة في المقاس في اللون. وكذلك اي جي هذه تشوفونها نفس الحكاية. هذول يا جماعة للمن، هذه الماركة صراحة أنا ما قد شفت عندهم خصومات نهائيا، والله لا براك بلاك فرايداي ولا عيد الاستقلال ولا مره نهائيا، ما قد يعني ما قد حصلت عنه. لكنه صراحه للامانه شيء فخم ورياضي، وسعرهم غالي يعني مو برخيص. لكن والله العظيم انا الان شاري منهم بنطلون، البنطلون هذا رياضي رسمي له معي سنتين يا جماعه، نفس الجوده نفس الخامه ما تغير، مريح بارد، خدت تقريبا $180 غالي بس الغالي سعره فيه. لذلك بدخل بس يعني اصور بعض، اشوف اذا بيسمحون نصور ولا اعطيكم نبذه. شفت هذا الجنس جميل، هو مو جنس زي ما تقول بنطلون رياضي، لكن في نفس الوقت تقدر تستخدمه رسمي مع البدله الرسميه مع القميص مع تيشيرت او حتى لبس رياضي. قس على ذلك البلوفرات البانس يعني جايه بين الملابس الرياضيه والرسميه، وايضا حتى اكسسواراتهم جميله يعني اي شيء يتعلق بالسفر، الشنط، اكسسوارات الرحله. صراحه انه توقعت انه اليوم يكون فاتحين لكن اغلبهم مقفل عشان عيد العمال فقط، بس محلات بسيطه. لكن باذن الله ان الليله ان شاء الله رجعنا المكتب مخمخنا انا وياكم على المواقع حقت هذه البراندات. كل موقع ايش يقدم من خصومات، يقدم من ايش الدول اللي يشحن لها، ايش العروض اللي موجوده عندهم، هل تحتاج بريد امريكي ولا يشحن لك دايركت، لان بعض المواقع يشحن لك دايركت، بعض المواقع لا يفضل يكون عندك بريد امريكي. البريد الامريكي تقدر يكون عندك بريد امريكي عن طريق شركات الشحن العالميه، في شركات توفر لك بريد امريكي هنا، واذا وصلت بضاعتك تسوي لي اعاده توجيه الى ديرتك عاد سواء في اي دوله من دول الخليج. اما البقر طال عمركم جايبينه هنا رازينهم هنا عرض، ما ادري سالفتهم في البقر هنا، مجسمات اول مره اشوفها. هذا المحل اكسسوارات، كل شيء يتعلق في حياتك اليوميه خصوصا السفر. تذكرون التتبع الميداليه التتبع اللي نحطها في شنطتي اليوم رحنا الأمازون صورت لكم، حتى ذاك اليوم صورت لكم. هذه أنا شريتها من هنا ميدالية تشبكها على تطبيق عندك وتربطها في شنطتك وتحطها داخل شنطتك خلاص، تعطيك إحداثية شنطتك خلال تقريبا كيلو متر مربع.
لو ضاعت شنطتك ولا سرقت ولا شيء في مطار ولا في فندق ولا هوستل، هذه من الاكسسوارات الجميلة موجودة في المول.